اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة البروف ليرنينج. في الفيديو ده هشرح لكم اهم اسئلة وافكار مساحات الاشكال الهندسية المركبة. لكن تعالوا في البداية نفتكر قوانين مساحات الاشكال الهندسية، وخلونا نبتدي باول شكل واللي هو المربع. زي ما انت عارف ان مساحة المربع نقدر نحسبها من خلال طريقتين. الطريقة الاولى بمعلومية طول ضلع المربع، وفي الحالة دي بنقدر نحسب المساحة من خلال ضرب طول الضلع في نفسه. اما بقى الطريقة التانية فهي بمعلومية طول قطر المربع، وزي ما انت عارف ان الاقطار في المربع بتكون متساوية في الطول، فعشان كده بتكون مساحة المربع بتساوي نص طول القطر في طول القطر، او بنقولها برضو نص مربع طول القطر. فاوعى تنسى ان مساحة المربع بنقدر نحسبها من خلال اي قانون من القانونين دول. تعال بقى نروح لشكل تاني زي المستطيل، ومساحة المستطيل بنقدر نحسبها من خلال قانون واحد بس، واللي هو حاصل ضرب الطول في العرض. اما بقى المعين فبنقدر نحسب مساحته عن طريق قانونين. القانون الاولاني لو معانا طول ضلعه وارتفاعه، فبتكون المساحة في الحالة دي بتساوي حاصل ضرب طول الضلع في الارتفاع. وعلى فكرة ارتفاعات المعين كلها بتكون متساوية في الطول، وكمان اطوال اضلاعه كلها متساوية في الطول. اما بقى القانون التاني فبيكون بمعلومية طول قطري معين، والقطرين في معين بيكونوا غير متساويين في الطول، وفي الحالة دي بتكون مساحة سطح معين عبارة عن نص حاصل ضرب طولي قطري. نيجي بقى للشكل اللي بعد كده واللي هو المثلث، والحقيقة مساحة سطح مثلث بنقدر نحسبها من خلال أكتر من قانون، ولكن أهم قانون هو عبارة عن حاصل ضرب نص طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها. تعال نشوف الشكل اللي بعد كده واللي هو شبه منحرف. مساحة سطح شبه منحرف بنقدر نحسبها من خلال قانونين. القانون الأولاني بمعلومية القاعدة المتوسطة والارتفاع، وبتكون المساحة في الحالة دي عبارة عن حاصل ضرب القاعدة المتوسطة في الارتفاع. أما القانون التاني فبيكون بمعلومية قاعدتي شبه منحرف والارتفاع، وفي الحالة دي بتكون مساحة سطح شبه منحرف بتساوي حاصل ضرب نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. نيجي بقى لشكل الدائرة، ومساحة سطح الدائرة عمرها ما تتنسي، فهي بتكون عبارة عن ط نقطة ربيع أو باي في مربع نص القطر. وما تنساش ان طه دي او باي بتساوي تقريبا 3.14 او بتساوي تقريبا 22/7 على حسب ما يقول لنا في معطيات المسألة. نيجي بقى للشكل الاخير في الاشكال ثنائية الابعاد واللي هو متوازي الاضلاع. والحقيقة مساحة متوازي الاضلاع ممكن نحسبها بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الاولى هي من خلال حاصل ضرب طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها، او برضو نقدر نحسبها من خلال حاصل ضرب طول القاعدة الكبرى في الارتفاع الاصغر، او كمان العكس من خلال ضرب طول القاعدة الصغرى في الارتفاع الاكبر. وبعد ما شفنا ايه هي قوانين مساحات الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد، تعال دلوقتي نشوف اسئلة وافكار مساحات الاشكال الهندسية المركبة. وخلونا نبتدي باول سؤال واللي بيقول احسب المساحة الكلية للشكل المقابل. طبعا زي ما انت واخد بالك كده ان الشكل اللي قدامك مكون من مربع ومثلث، يبقى احنا هنا عشان نحسب المساحة الكلية لازم نبدأ نحسب الاول مساحة المربع، وبعدين نحسب مساحة المثلث، ونجمعهم مع بعض عشان نعرف المساحة الكلية. فبالنسبة لمساحة المربع لسه قايلين انها بتساوي طول الضلع في نفسه. بما ان طول الضلع هنا ب 4 سنتي، يبقى مساحة المربع هتساوي 4 في 4 يعني هتساوي 16 سنتيمتر مربع. اما بالنسبة لمساحة سطح المثلث فهي بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، والقاعدة هنا اللي هي طول ضلع المربع، يعني قاعدة المثلث طولها ب 4 سنتي، اما ارتفاعها فزي ما هو واضح ب 3 سنتي. يبقى مساحة سطح المثلث هتساوي نص في 4 في 3 واللي بتساوي 6 سنتيمتر مربع. وبالتالي هتكون المساحة الكلية للشكل اللي قدامنا عبارة عن 16 زائد 6 يعني هتساوي 22 سنتيمتر مربع. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده واللي بيقول احسب المساحة الكلية للشكل المقابل. الشكل المركب اللي قدامنا بيتكون من مستطيل ومثلث، فزي ما اتفقنا عشان نقدر نحسب مساحة أي شكل مركب لازم نحسب مساحة كل شكل لوحده، وبعدين نجمع مساحات الأشكال كلها مع بعض. فهنا هنبدأ الأول بحساب مساحة المستطيل، واللي قانونها بيساوي الطول في العرض، يعني مساحة المستطيل هتساوي 6 في 2 يعني هتساوي 12 سنتيمتر مربع. أما بالنسبة لمساحة المثلث فهتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، وقاعدة المثلث هنا اللي هي طول المستطيل، يعني قاعدة المثلث هتكون ب 6 سنتيمتر. وبالتالي مساحة المثلث هتساوي نص في 6 في 4 يعني هتساوي 12 سنتيمتر مربع. وهتكون المساحة الكلية للشكل دوت بتساوي 12 زائد 12 يعني هتساوي 24 سنتيمتر مربع.
تعال نروح للسؤال الثالث واللي عاوزنا برضو نحسب فيه المساحة الكلية للشكل المقابل. بس الشكل اللي قدامنا ده المرة دي مكون من مربع ومعين، فزي ما انت بتقول دلوقتي كده هنبدأ بمساحة سطح المربع وبعدين مساحة المعين وبعدين نجمع المساحتين مع بعض، وده طبعا كلام مظبوط. فبالنسبة لمساحة المربع فبتساوي طول الضلع في نفسه، يعني هتساوي 5 في 5 واللي هي 25 سنتيمتر مربع. أما مساحة المعين فاحنا عارفين قانونها واللي هو طول الضلع في الارتفاع، وزي ما انت ملاحظ ان الارتفاع هو مديهولنا ب4 سنتي، اما طول ضلع معين فهيكون ب5 سنتي زي طول ضلع مربع بالظبط. وبالتالي هتكون مساحة سطح معين بتساوي 5 في 4 يعني هتساوي 20 سنتيمتر مربع، وهتكون المساحة الكلية للشكل المقابل بتساوي 25 زائد 20 يعني هتساوي 45 سنتيمتر مربع. تعال نشوف السؤال الرابع واللي مطلوب مننا فيه اننا نحسب مساحة الشكل اللي قدامنا ده. الشكل اللي احنا شايفينه دوت بيتكون من معين وكمان نصفين من دائرة طول قطرها 7 سنتي. يبقى احنا هنا هنعمل ايه؟ هنحسب مساحة دائرة كاملة لان نصفين من شكل الدائرة بيكونوا دائرة كاملة، وكمان نحسب مساحة المعين. فبالنسبة لمساحة الدائرة فهي بتساوي ط نقط ربيع، وبالنسبة لط فهنعوض عنها ب22 على 7. اما بالنسبة لنق فهي هتساوي نص قطر الدائرة يعني هتساوي 3.5 سنتيمتر. عشان كده هتكون مساحة سطح الدائرة بتساوي 22 على 7 في 3.5 تربيع، وبالتبسيط هتكون بتساوي 38.5 سنتيمتر مربع. نروح بقى لمساحة المعين واللي بتساوي طول الضلع في الارتفاع، وبالتعويض هتكون مساحة المعين بتساوي 7 في 5 واللي هي بتساوي 35 سنتيمتر مربع. وبالتالي هتكون المساحة الكلية للشكل المقابل بتساوي مجموع 38.5 و 35 واللي هي بتساوي 73.5 سنتيمتر مربع. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. في السؤال الخامس هنلاحظ ان الشكل المقابل بيتكون من 3 اشكال واللي هما مستطيل ومثلثين. يبقى احنا نحسب مساحة كل شكل لوحده وبعدين نجمع مساحات الاشكال دي كلها مع بعض. فبالنسبة لمساحة المستطيل فهي هتساوي 5 في 4 يعني هتساوي 20 سنتيمتر مربع. اما بالنسبة لمساحة المثلث اللي على اليمين فهتساوي نص في 3 في 4 يعني هتساوي 6 سنتيمتر مربع. اما مساحة المثلث اللي على الشمال فهتساوي نص في 4 في 4 واللي هي هتساوي 8 سنتيمتر مربع. ولاحظ هنا ان قاعدة اي مثلث كانت عبارة عن عرض المستطيل واللي هو 4 سنتيمتر. ودلوقتي بقى نجمع كل المساحات دي مع بعض عشان نحصل على المساحة الكلية. فهتكون المساحة الكلية للشكل المقابل بتساوي 20 زائد 6 زائد 8 يعني هتساوي 34 سنتيمتر مربع. تعال نروح للسؤال السادس. السؤال السادس عاوزنا نحسب المساحة الكلية للشكل المقابل، والشكل اللي انت شايفه دوت هتلاقيه مكون من مستطيل ونص دائرة. يبقى الموضوع هنا بسيط خالص، هنحسب مساحة المستطيل ونحسب كمان مساحة نص دائرة طول قطرها 14 سنتي. فبالنسبة لمساحة المستطيل فهي هتساوي 14 في 6 يعني هتساوي 84 سنتيمتر مربع. اما بالنسبة لمساحة الدائرة فهي بتساوي ط نق تربيع، وط هنعوض عنها ب22 على 7. اما بالنسبة لنق فهي هتكون ب7 سنتي، وبالتالي هتكون مساحة نص دائرة بتساوي نص في 22 على 7 في 7 تربيع، وبالتبسيط هتكون بتساوي 77 سنتيمتر مربع. وبكده هتكون المساحة الكلية بتساوي 84 زائد 77 واللي هي بتساوي 161 سنتيمتر مربع. تعال ننتقل للسؤال السابع واللي عاوزنا نحسب فيه مساحة الشكل المقابل. في البداية الشكل اللي قدامنا هنلاقيه بيتكون من مثلث وشبه منحرف. يبقى مطلوب مننا اننا نحسب مساحة كل شكل وبعدين نجمع مساحتين مع بعض. فبالنسبة لمساحة المثلث فهتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، يعني هتساوي نص في 4 في 3 واللي هي بتساوي 6 سنتيمتر مربع. اما بالنسبة لمساحة سطح شبه منحرف فاحنا قلنا من احد قوانينها نص مجموع القاعدتين في الارتفاع، والقاعدتين هنا اللي هما الاربعة والتمانية، وبالتالي هتكون مساحة سطح شبه منحرف بتساوي نص في مجموع الاربعة والتمانية في الارتفاع واللي هو 5. وبالتبسيط هتكون مساحة سطح شبه منحرف بتساوي 30 سنتيمتر مربع. وبكده هتكون المساحة الكلية للشكل المقابل بتساوي 6 زائد 30 يعني هتساوي 36 سنتيمتر مربع. تعال نروح للسؤال اللي بعد كده. في السؤال الثامن هنحسب برضو مساحة الشكل المقابل. طبعا زي ما انت خدت بالك كده ان الشكل غريب شوية ومش واضح بالظبط هو عبارة عن ايه، لكن احنا ممكن نرسم خط زي ده بحيث يقسم لنا الشكل الكبير دوت لشكلين
واحد فيهم مستطيل والتاني هيكون عبارة عن شبه منحرف، وساعتها نقدر نحسب مساحة كل شكل من الشكلين دول لوحدهم ونجمعهم مع بعض عشان نعرف المساحة الكلية. فبالنسبة لمساحة المستطيل فهتساوي 12 في 5 يعني هتساوي 60 سنتيمتر مربع. أما بالنسبة لمساحة سطح شبه منحرف فزي ما قلنا هي بتساوي نص مجموع القاعدتين في الارتفاع، والقاعدتين هنا اللي هما الستة والاتناشر، أما الارتفاع فهو هنا بتسعة، وبالتالي هتكون مساحة شبه منحرف بتساوي نص في مجموع القاعدتين اللي هما الستة والاتناشر في التسعة، وبالتبسيط هتكون بتساوي 108 سنتيمتر مربع. وبكده هتكون المساحة الكلية للشكل المقابل بتساوي 60 زائد 108 يعني هتساوي 168 سنتيمتر مربع. تعال نشوف السؤال التاسع واللي عاوزنا نحسب فيه المساحة الكلية للشكل المقابل. طبعا زي ما انت واخد بالك كده ان الشكل الكبير اللي قدامك ده بيتكون من اربع اشكال، واللي هما نص دائرة ومستطيل ومربع ومثلث. فاكيد زي ما انت بتقول دلوقتي اننا نحسب مساحة كل شكل لوحده وبعدين نجمع المساحات دي كلها مع بعض، وبالظبط هو ده الكلام اللي احنا هنعمله. فلما نحسب مساحة نص دائرة اللي طول قطرها 7 سنتي هتساوي نص في 22 على 7 في 3.5 تربيع، واللي هي هتساوي 19.25 سنتيمتر مربع. أما بالنسبة لمساحة المستطيل فهتساوي 8 في 7 يعني هتساوي 56 سنتيمتر مربع، ولما نيجي نحسب مساحة المربع فهتساوي 7 في 7 يعني هتساوي 49 سنتيمتر مربع. وأخيرا لما نحسب مساحة المثلث فهتساوي نص في 7 في 4 واللي هي هتساوي 14 سنتيمتر مربع. وبالتالي هتكون المساحة الكلية هي مجموع كل المساحات دي، يعني هتساوي 19.25 زائد 56 زائد 49 زائد 14، واللي هي هتساوي 138.25 سنتيمتر مربع. تعال نروح للسؤال الأخير. في السؤال العاشر هنحسب برضو مساحة الشكل المقابل. أكيد زي ما انت ملاحظ كده إن الشكل اللي قدامك مش معلوم الملامح، كل اللي واضح فيه بس الدائرتين اللي طول نصف قطر واحدة فيهم بواحد سنتيمتر. لكن انا عاوز اقولك اننا لو رسمنا خط زي دوت فالشكل بتاعنا هيكون عبارة عن شبه منحرف ومستطيل ودائرتين. فنبدأ نحسب مساحة كل شكل لوحده وبعدين نجمع المساحات مع بعض عشان نعرف المساحة الكلية. فبالنسبة لمساحة شبه منحرف فزي ما اتفقنا انها بتساوي نص مجموع القاعدتين في الارتفاع، والقاعدة الصغرى هنا اللي هي 2 سنتي، اما القاعدة الكبرى فهتكون بتساوي 11 سنتيمتر، لان طول الخط اللي رسمناه هيكون بستة سنتي، عشان انت عارف ان كل ضلعين متقابلين في المستطيل بيكونوا متساويين في الطول، وبالتالي طرحنا ال 8 من ال 14 فهتدينا 6، وبالتالي هتكون القاعده الكبرى لشبه منحرف هي عباره عن 5 زائد 6 يعني هتكون ب 11 سنتيمتر. وبكده هتكون مساحه شبه منحرف بتساوي نص في مجموع ال 2 وال 11 في الارتفاع واللي هو 6، وبالتبسيط هتساوي 39 سنتيمتر مربع. اما بالنسبة لمساحة المستطيل فهتساوي 14 في 5 واللي هي بتساوي 70 سنتيمتر مربع. واخيرا بالنسبة لمساحة الدائرتين اللي طول نص قطر كل واحدة فيهم بواحد سنتيمتر هتكون بتساوي 2 في 3.14 من 100 في 1 تربيع، وبالتبسيط هيكونوا بيساووا 6.28 من 100. وبكده هتكون المساحة الكلية للشكل المقابل بتساوي 39 زائد 70 زائد 6.28 من 100، واللي هي هتساوي برضو 115.28 من 100. وبكده نكون اتعلمنا ازاي نقدر نحسب المساحة الكلية لأي شكل مركب. في النهاية أتمنى أن يكون الشرح كان واضح ومفيد، وما تنسوش لو في أي أسئلة اكتبوها لي في التعليقات، وانتظروني في موضوع آخر إن شاء الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.